السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وانا بغيت قدام عيد دابا. انا دائما الوالده ديالي مسكينه تديني دابا تكون نعسه. بغيت هذا السؤال واش نعذبها ولا اش عاد تكون نعسه تجي بالي وتنبقى تجيني هذاك البؤاس كنبكي وتنعيا ما نمسح الدموع ما تيبغيش يكفوا لي الدموع من عيني تضربني الفيقه في الليل وتجي والدتي وتنقول هذا السؤال بغيت واش نعذبها ولا اش حاجه ما تيبقى هذا تجي بالي وتنبقى نبكي وتبقى فيا تنفكرها تنبقى بزاف الحوايج تيجيو قبالتي. والمهم دعم هاد السؤال كنشوف واش الام ديالي تنعذبها بهذاك البكاء ولا لا. والمهم بغيت كدا عليه مع الواليد راه تعرفوا واش كاين شويه عيان ومع هاد الصيام شويه تيعيا. ودا عليه مع الاخت ديالي خديجه بالدريه واخ جواد واخت قيره دابا تتصنط ليك وزهيره ونعيمه وكنزه ونزهه وبوشه وسعيده والبنات كلهم نجات من طنجة ونجات من سقاط وفاطمه بني مسكين وكمال ورد لجيت نعد لكم مريم العزيزه علينا وتتقرينا والوازنة مجموعه وفاطمه وادام ليل ومجموعه تاع البنات راهم كلهم دابا والله راه كانوا معنا في الخط في الجروب ديالنا كامل راه انت عارفهم صحاب الاحتياجات الخاصه كلهم راه دابا والله الا لما كل بنت تقول لي قولي شتي لهذه الدعم انا قولي شتي لهذه الدعم وهذوك الناس فعلا الخير اللي عطاو هذوك التليفونات الله يفرحهم والله يشافي لهم وليداتهم الله يصلحهم ليهم والله يزيد من مثالهم كون كانوا شي 10 الناس بحال دوك الناس اللي تيديروا هذا الخير الله يزيد من فضلهم واحد الناس عاوتاني راه يديروا واحد فعل الخير تا هما يصيفطوا لنا راديونات باش نقراو والدعم معنا باش نحافظوا القران الله يصلح حالكم والله يصلحكم وهذه الاذاعه كما منورنا الله ينوركم الله سبحانه والله يعزكم اخويا الله يعاون الدعاء اللي من شكرا لك السلام عليكم يا رب يا رب. شكرا لك لاله سميره شكرا لك حفظك الله ورعاك. تحيه لكل ساكنه اقليم من سليمان. فعلا راني كنتواصل مع هاد الاحباب الكرام. غير هذا الصباح تواصلت مع الاخ كمال اللي هو من ذوي الاحتياجات الخاصه فقد البصر من اقليم اسفي والحمد لله كنرتبوا باش نشاركوا معهم واحد المشاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكنشكروا هاد الناس اللي حضروا لهم واحد المجموعه ديال الهواتف الذكيه لفائده هؤلاء المكفوفين والمكفوفات المبصرين والمبصرات. ربي سبحانه وتعالى يجازيهم خير الجزاء. ومازال ان شاء الله تعالى يجيب الله تيسير اخر. كاين اللي غياخذ تليفون كاين اللي غياخذ راديو ومساعدات اخرى باذن الله. وان شاء الله تعالى غادي نتلاقاو قريبا على مواقع التواصل الاجتماعي وان شاء الله نديروا شي حلقه في الراديو مباشره خاصه غير بهؤلاء الفئه. راه كنتواصل مع عدد كبير منهم لولا ضيق الوقت كنشكرهم الشكر الجزيل وكنطلب الله سبحانه وتعالى يحفظهم ويرعاهم ويبارك فيهم. والحمد لله عطاو واحد السمعه طيبه لذوي الاحتياجات الخاصه بالمغرب ان عندهم روح دينيه روح ايمانيه اننا كنا كنسمعوهم من قبل كيبكيو ذوي الاحتياجات الخاصه مكفوفين او معاقين او عندهم شلل كنلقاهم كيبكي وحزين. دابا الان الحمد لله كنلقاهم عندهم معنويات مرتفعه وكيجتهدوا في حفظ القران العظيم ويتزورون فيما بينهم ويواسي بعضهم بعضا. ولكن مع هذا كله لا يكفي لابد من المدد لابد من المدد. نسال الله تعالى ان يمدهم برزق وفير وخير كثير اللهم امين يا رب. لاله سميره جوابا على سؤالك لاله سميره كونك انك كتفكري الميمة وكتبكي البكاء على الامهات ليس حراما وعلى الوالدين وعلى المفقودين البكاء الخفيف ليس حرام. والنبي الكريم كان يبكي على فقد والديه. كان سيدنا النبي يتفكر اباه عبد الله ويبكي لما يسمع احد يتكلم عن ابيه. سيدنا النبي يتفكر بانه لم يرى اباه لان اباه مات وهو لا جان جنينا في بطن امه فلم ينطق باسم ابي. فاذا سمع كلمه ابي كان سيدنا النبي يبكي. ولما كان في احدى الغزوات ومر على قبيله بني النجار مر على مقبره وهناك قبر امه
في الأبواء. أمه كانت مسافرة في الطريق فأصيبت بحمى شديدة فماتت فدفنت في الطريق. فلما كان النبي الكريم بعد مرور أكثر من 40 سنة كان يمر من هناك فوجد قبر أمه فأصلحه وجت على ركبتيه وبدأ يبكي حتى ابتلت لحيته وبكى الصحابة لبكائه. فالبكاء مباح. ولما مات ابنه عبد الله بكى النبي الكريم حتى رأوا الدموع تقطر من لحيته. فقال صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لا نقول إلا ما يرضي الله وإن لله وإن إليه راجعون. هذا البكاء علامة على الرحمة. إذا في قلبه رحمة في قلبه إيمان يبكي. لكن الممنوع في البكاء وهو النحيب وهو الصراخ وهو العويل وهو شق الجيوب وندب الخدود كما كان من عادات الجاهليين، وكأنهم لم يرضوا بما قسم الله، لم يرضوا بما أمر به الحق عز وجل. أما البكاء العادي فهو من رحمة الله تعالى. فالمهم ديالك باش إن شاء الله تعالى هو لا ينفع، هذا البكاء هو لا ينفع الميت، والبكاء الشديد يؤذي الميت. قال صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، لا يعذب ببكاء أهله عليه. معنى هذا البكاء الشديد الذي فيه العويل والصراخ وشق الجيوب وندب الخدود ونسف الشعر كما كان الجاهليون يفعلون، هذا يعذب ببكاء أهله عليه. أما البكاء الخفيف هذا من رحمة الله. وعموما الذي ينفع الميت ليس هو البكاء وليس هو ذكريات نرددها حوله، الذي ينفعه هو العمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا اللي ينفع الميت، إلا كان شيء صدقة نقوم بها، إلا كان مال أو أي شيء ينتفع به الخلق نقوم به، علم فيه معرفة فيه تنوير للعقول في إحياء القلوب، العلم النوراني نروجه. وأيضا الدعاء لما لقى شيء ادعي بالليل بالنار بالرحمة والمغفرة والرضوان، هذا ما ينفع الميت. أما البكاء فهو مضيعة للوقت. والمؤمن في العادة أنه يعلم بأن أمواتنا هم ضيوف عند الرحمن، خصوصا إذا أكرمك الله تعالى برؤيتهم في المنام. إذا أكرمك الله برؤية أمواتك الوالدين أو الأحباب أو المقربين، ربنا يكرمك برؤيتهم في المنام على صورة طيبة، تراهم يلبسون البياض أو يلبسون الأخضر الاستبرق، هذا علامة على أنهم من أهل الجنة. إذا كان لابس البياض بعد أن صحيفته بيضاء خالي من الذنوب مغفورا له، ما أصيب به من أمراض وأسقام وويلات كانت كفارة للذنوب، لقي الله وما عليه ذنب. إذا كان يلبس البياض لون المغفرة ولون الإيمان ولون الطهر ولون العفاف كالحاج الذي يخرج من ذنوبه كيوم وتأمه يلبس الإحرام الأبيض، وكالطفل الصغير لما يخرج من بطن أمه كذلك تنة بيضاء خرقة بيضاء، علامة على أنه طاهر من الذنوب، بقي صفحة بيضاء. أما إذا رأينا الميت يلبس الأخضر أو أخضر يستبرق، علامة أنه من أهل الجنة وأنه قد وضع قدمه الأولى في الجنة، لأن هناك أقوام ربنا عز وجل يطوي لهم الزمان والمكان ويدخلون الجنة الآن، كماعز رضي الله عنه الذي كان قد زنى وطبق عليه الحد، وقال عنه صلى الله عليه وسلم: إنه الآن في الجنة ينغمس في أنهارها، إنه الآن في الجنة ينغمس في أنهارها، بأن جاد لله بروحه الطاهرة وتاب إلى الله توبة نصوحة. فربنا إذا أراد أن يكرم عبده يوريه الأموات ديالو رؤية طيبة في الجنة أو في النعيم أو في البرزخ، فيطمئن قلبه وكيمشي ذاك البكاء. اللي غينفعو دابا الآن العمل الصالح. فأسأل الله تعالى أن يرحم والدتك لالة سميرة ويرحم جميع أموات المسلمين أجمعين ويسكنهم فسيح الجنات. وأسأل الله تعالى لشقيقتك لالة خديجة أن يكرمها الله في الدنيا طيبة. الله يأخذ ويعطي. فاللهم يا ربي أختنا خديجة بشرها بحمل قريب وارزقها ذرية طيبة صالحة وعجلها بالفرج. وكل من عنده حاجة في قلبه وضميره اللهم عجل له بالفرج، اللهم عجل له بالفرج. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم،
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.